بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو نستذكر بشكل سريع يا إخوان إيش اللي غطيناه المحاضرة اللي فاتت. المحاضرة اللي فاتت تحدثنا عن السترينج، لو تتذكروا السلسلات النصية، وقلنا إنه السترينج أو السلسلة النصية هي حالة خاصة من الليست، فهي بالأصل هي ليست، ولكن كل خلية من الخلايا محتواها سيمبل أو كاركتر أو حرف أو رقم أو أي رمز من الرموز، وتستطيع التعامل مع هذه السلسلة النصية على شكل ايش؟ ليست، وتستطيع تعمل سلايسنج اللي هي تقسيم من خلال اللي هو ذكر الاندكس. قلنا الاندكس دائما تبدأ من الصفر، او الفهارس او رتبة الخلايا تبدأ من الصفر. وقلنا انه السترينج تستطيع تعمل ريبليس، تستبدل، تستطيع انك تحذف. والليست نفس الكلام، قلنا ما يميز الليست هي الاقواس السكوير براكتس، ما تنسوش السكوير براكتس هي التي تدل على انه انت قاعد تتعامل الان مع ليست. والليست هذه يكون محتوى الخلايا ليس بالشرط يكون سيمبلز او حرف او رقم، وانا ممكن يكون سترينج كامل زي ما انت شايف هنا، ليست من الاسماء محمد سالم علي عادل، وعندك ايش؟ ليست من الارقام، ممكن يكون عندك ليست من الخليط. وايضا الليست اخذنا المحاضره اللي فاتت كيف انك ممكن تغير ببساطه شديده. شوف انا حطيت ليست للخليه اللي رتبتها واحد اللي هي سالم، حط لي مكانها احمد فتم الاستبدال. وايضا تستطيع تعمل ريموف او ديليت ليست 1، تعمل ريموف وحذفنا الرتبه الثالثه اللي مثلا عادل، الخلية صاحبة الرتبة الثالثة، لأنه قلت لك الرتب تبدأ من الصفر حذفناه. فإذا تستطيع التعديل والحذف هنا بالليست. بينما التبلز هي أيضا ليست، وما يميزها لا تنسى اللي هي الأقواس البرانتسيز، البرانتسيز اللي هي الأقواس الدائرية. هذه حالة برضو خاصة من الليست، تمنع التغيير، لا يجوز التغيير ولا يجوز الحذف. يعني أنت تستطيع أنك إيش تضيف على هذه الليست أو التبلز وتعمل، لكن غير الحذف وغير التعديل. واخذنا امثله عليها. جينا عند الدكشنري اللي هو القاموس، والقاموس هذا او الدكشنري يربط بين شيئين، الكي المفتاح، ويربط بين الفاليو، يربط بين الكي وبين الفاليو. طبعا لا تنسى اقواس الدكشنري اللي هي عباره عن الست براكتس، اقواس المجموعه. فهنا عندك مفتاح وعندك هنا مقابله اللي هو الفاليو. كانت هنا المفاتيح ايش؟ اللي انا واقف عند هذه المفاتيح ايش؟ رقميه ولا نصيه ولا وشو؟ المفتاح هنا أي في هذا رقم الرقم. رقم أحسنت، هذه المفاتيح كانت رقمية، وزي ما أنت شايف عندي الأشهر هنا كانت هي المفاتيح، أرقام الأشهر هي المفاتيح 1 2 3، وما يقابل كل رقم اللي هي الفاليو مالته سترينج. طبعا ما ننسى يا إخوان إنه لما تيجي الآن تذكر اسم الديكشنري المانث ليست وتحط بين البراكتس عشان تعمل أو تستدعي فاليو، لازم تذكر المفتاح. هنا 11 ليست رتبة خلية، قلت لك هذه ليست رتبة خلية 11، هذا المفتاح، المفتاح هنا كان رقمي 11. فايش راح يعطيك هنا لما تذكر برنت مانث ليست؟ ايش راح يعطيك هنا القيمة؟ 11، مفتاح 11، ايش راح يعطيك القيمة؟ نوفمبر. احسنت، راح يعطيك نوفمبر اللي هي الفاليو المقابل هذا المفتاح. لو ذكرت المفتاح هنا 5 راح يعطيك ماي، وهكذا. وعندنا اخذنا مثال اخر في الدكشنري، هنا كان المفتاح وشو؟ وشو المفتاح هنا؟ هنا مفاتيح نص، زي زينب هو المفتاح، القيمه او الفاليو هي 18، علي هو المفتاح، القيمه او الفاليو 20، ساره هي المفتاح، وهكذا. فلما نذكر الان طالع نذكر اسم اللي هي الفهرس بين قوسين نحط المفتاح علي، طبعا لا تنسى كابيتال كابيتال سمول سمول، راح يجيب لك القيمة وشو لو ذكرنا برين ديكت علي، راح يجيب لك طبعا ايش 20، لكن احنا مكررينها فراح يجيب لك الثانية اللي هي 50. لكن بغض النظر انت بتذكر هنا بين الاقواس عكس التابلز، عكس الليست اللي هي تذكر الرتبة مالت الخلية، هنا بتذكر المفتاح اللي من خلاله راح يقوم بالبحث داخل الديكشنري ويجلب لك الفاليو المقابلة لهذا المفتاح لقيمة 20 مثلا، زي مثلا عندك هنا سارة يجيب لك ايش 22، وهكذا. طبعا يا شباب هذا بالنسبة لايش؟ بالنسبة للي اخذناه المحاضرة الفاتت. اليوم راح نمشي بشكل سريع شوي مع ايش؟ مع اللي هو توبيك 3. طبعا بالترتيب طبعا المفروض ناخذ توبيك 3 قبل توبيك 2، لكن صار في خلل فارسل الينا لا توبيك 2 وبعدين توبيك 3، لكن هو توبيك 3 فراح يكون اعاده، يعني معظم المواضيع اللي راح نتحدثها بتوبيك 3 هي اعاده لنا. ولكن برجع بقول يا شباب ديروا بالكم، لازم تحطوا في بالكم شيء، ثواني بس.
الشيء المهم اني راح احكي الان عن موضوع او معلومات ما ذكرت، الاشياء اللي ذكرت سابقا راح اخطرها، راح اعدي عنها. فبشكل سريع نمشي يا اخوان، نقول بايثون، نتحدث عن الفيتشرز اوف بايثون كلغه، ايش ميزات او سمات او صفات البايثون. البايثون لانجوج از فاوندد ان ذا يير 1991، في 1991 تم تاسيس اللي هي لغه البايثون باي ديفلوبر المطور اللي اسمه جوايدو فان راسم. هذا يا سيد العزيز هو اللي قام بايش وضع البرنسبل للبايثون، اساسيات البايثون وكيف تكون سهله وسهله الاستخدام وكتابه البرامج من خلالها. Its most popular implementation is called C Python. كان طبعا في عنده تطبيق عامل برنامج بلغه السي مسمى C Python، بحيث انه هذا برنامج بلغه السي اللي هو مترجم او انتربريتر مال البايثون، تكتب تعليمات بلغه البايثون ويقوم بتحويلها للماشين كود. طبعا هذه المترجم كتب بالسي and is written in C programming language، وكتب هذا المترجم مال البايثون بلغة السي. بايثون هاي ليفل لانجويج، هذا ما في شيء، ما في اي خلاف عليه. It's a free and open source software that works with Linux, Mac, Windows. ايش معنى free؟ free مجانا، يعني ما في داعي تدفع فلوس حتى تحصل عليه. open source، open source يعني يمكن التعديل عليه، يمكن التعديل عليه، الاضافة عليه. فانت تجد ممكن انا رجال اسس لغة برمجة اضع فيها 12 تعليمة اساسية لكن بتركه open source، فاللي راح يجوا من وراي او اللي معاي يضيفوا بدل 12 يخلوها كام 25، فاهمين قصدي؟ هذا اوبن سورس، انه قابل لو شو للتعديل. واضح كلامي؟ وهذه اللغه البايثون يا اخوان. الو معاي؟ معك. ولغه البايثون هذه بتشتغل على مختلف انظمه التشغيل. البايثون از بورتابل اند بلاتفورم اندبندنت. بورتابل يعني يمكن تحميلها وتنزيلها واخذها معك على اي جهاز. بلاتفورم اندبندنت يعني مستقله عن ايش الجهاز. ايش معنى مستقله عن الجهاز؟ يعني بغض النظر عن نوع المعالج، نوع الرامات، عن نظام التشغيل، فهي بتشتغل. يعني مش والله ايش بلاتفورم ديبندنت. ديبندنت يعني معناته انه والله هذه بايثون ما تشتغل على هذا النوع من المعالجات او هذا النوع من المشين. واضح كلامي؟ او هذا النوع من نظام تشغيل، لكن هي اندبندنت مستقله. وطبعا هذا مش شيء جديد في البايثون، هذا موجود في كل لغات البرمجه، في كل لغات البرمجه موجود. يعني عندك الجافا بتشتغل على الفيرتشوال سينا، يعني كل لغات البرمجه هذه بلاتفورم اندبندنت، مينز ات كان ران اون فيريوس اوبريتنج سيستمز اند هاردوير بلاتفورمز. تشتغل على انظمه تشغيل مختلفه، مش والله انه البايثون مخصصه للويندوز او مخصصه للماك او الاي او اس بس، فلا الاجهزه اللي هي الماك ولا الاي او اس، خلاص هي للجميع تشتغل. اتس ان انتربريتد لانجويج، هي لغه تفسير او لغه ترجمه مترجمه. طيب as بايثون programs are executed by an interpreter. تفضل يا عبد الاله. دكتور احنا اوريدي بدينا في البايثون. أنا حكيت يا عبد الإله قبل ما أبدأ، بس أبدو أنك أنت ما سمعت كلامي. قلت لك إنه إحنا topic 3 الأصل يكون قبل topic 2، حكيت هذا الكلام بس أنت شكلت ما كنت معانا. فقلت لك راح أقرأ بشكل سريع الأشياء لأن هذه معادة علينا الأشياء، أما الأشياء الجديدة علينا راح أركز عليها بس. فبايثون programs are easy to understand as they have a clearly defined syntax. الهدف كان من تأسيس البايثون أنها تكون understand سهلة ويكون بسيطة في كتابة البرامج. لما تكتب برامج باستخدام بايثون تكون سهلة البرامج، ما تكون معقدة زي مثلا الجافا. As they have clearly defined syntax، قواعد معرفة بشكل واضح، قواعدها تكون بسيطة ومعرفة بشكل واضح. And relatively simple structures، لما تيجي تبني برنامج تكون بنية البرنامج هذا باستخدام البايثون تكون سهلة نسبيا، نسبة ومقارنة مع لغات البرمجة الأخرى زي الجافا. لا شوي الناس بتحبش الجافا كثير خصيصا للمبتدئين في البرمجة. أنا بتدخلك في أمور كلاسز وميثودز وإنهريتانس قصص يعني. فلا الناس بتحب الشيء الخفيف، تبدأ بالشيء الخفيف. بايثون is case sensitive، هذه مش معلومة جديدة عندنا. الكيس sensitive هو في فرق بين capital وسمول. فلو كتبت number ونمبر هذه capital هذه سمول فتفرق عنده. هذا ممكن يكون متغير موقع في الذاكرة، وطالما هذا capital هذا سمول فهذا مختلف عن السمول. الكابيتال مختلف عن السمول، يعني هذا موقع هذا موقع. فهما are not the same in Python، حكينا عنه سابقا. البايثون has a rich library of predefined functions. الدوال اللي موجودة عندي في البايثون غنية كثيرة متنوعة،
وهذا بسبب انه البايثون استقطبت كثير من المبرمجين، يعني الناس اللي بتحب تبرمج على البايثون كثير عملت فانكشنز واضافت في مكتبه الفانكشنز الدوال. ولما اقول لك دوال ذكر الصم والافرج والماكس والميني، ففي دوال كثيره ما هي موجوده بتكون بلغه البرمجه، لكن نتيجه استقطاب المبرمجين بيحبوا يضيفوها طبعا اما مجانا او بفلوس. لكن طبعا في شركات ما تنساش انه البايثون هو فري، والفري بتستقطب ايضا المبرمجين حتى يطوروا يضيفوا ويزيدوا ايضا من الفانكشنز الدوال ويبيعوا يكسبوا. يعني البايثون از اولسو هيلفول ان ويب ديفلوبمنت، مش بس احنا البايثون نكتب فيه البرامج التقليديه العاديه الماكس والميني وعمل لي كذا، لا ايضا تستخدم كلغه معترف فيها في تصميم صفحات الانترنت. Many popular web services and applications are built using Python. معظم الخدمات والتطبيقات المتعلقة بالويب بنيت باستخدام البايثون. فأنت بتتعلم البايثون وتصير إن شاء الله قوي فيها، برضو راح تستخدمها، ممكن تستخدمها في تطوير صفحات إنترنت أو تصميم صفحات إنترنت. Python uses indentation، وهي راح تيجينا اليوم مهمة. هذه نقطة مهمة. البايثون كيف بيستخدم الإند إف، كيف بيستخدم الإند وايل، نهاية الجملة كيف بعرفها؟ راح تجد انه هو بيعرف هذا الشيء، بيستنتج استنتاج من خلال الاي اندنتيشنز، اللي هو ايش؟ اللي هو المسافه البادئه فور بلوكس، للمقاطع من البرمجه. فعندك المسافه البادئه هاي مهمه جدا، لانها بتعطي علامه ومؤشر للبايثون انه هذه الجمله تابعه لاي جمله، تابعه للبرنامج ولا تابعه للجمله قبلها. اذا استخدمت جمله الاف، كيف بدي اخلي جمله البرنت اللي تحت الاف هذه تابعه للاف؟ اذا لازم تعطي ايدنتيشن indentation اللي هو ايش؟ المسافه بادئه للبرنت داخل الاف حتى تتابع عليها. اليوم راح نتحدث عنها. There are multiple Python distributions available، لانه هو فري ففي عندك كثير من الموزعين للغه البايثون. طبعا احنا ايش حكينا؟ انه aside from the official C Python distributions available from python.org، حكينا لما جينا ثبتنا البايثون لو تتذكروا قلنا يا سيد عزيز انه عندي انا ايش اقدر انزلها من الموقع الرسمي للبايثون. وهذا موقع وشو؟ يعني بس تكتب انت هنا بايثون تتذكروا، انا ما بدي ارجع للماضي قلت لك. ففي عندي موقع رسمي python.org، وهذه ايش معنى .org؟ الكمبيوتر سكيلز اخذتوها في الفصل الفات. organization. احسنت. وش معنى organization؟ يعني ايش معناها؟ ايش تعني لك؟ ايش الفرق بينها وبين .com؟ ربحي. ايوه، هي ليست ربحيه. نون بروفيت، مش ربحي. ليست ربحيه. .org يعني ليست ربحيه، وعشان كده حطت لك خيار دونيت. دونيت يعني تبرع، اذا بدك تتبرع لهذا الموقع من خلاله تستطيع تنزل طبعا البايثون. واذا نزلت البايثون زي ما اخذنا، ارجع للمحاضره 12 و11، ارجع للمحاضره 11 و12، فذول راح يقول لك كيف تنزل البايثون، واخذنا كيف تنزل البايثون. فلو نزلت البايثون راح ينزل معاه برنامجين، برنامج البايثون شيل او البايثون تيرمينال اللي زي ما انتم شايفين بعد ما تثبت هذا يا سيد عزيز اللي يميزه، اللي هي اكبر من اكبر من اكبر من، او اللي هو برنامج ايضا ينزل معاه اللي هو ايدل، شاشه بيضاء، ولكن هنا الفرق انك انت رجال برضه شايف اكبر من اكبر منه. وش معنى اكبر من اكبر من اكبر من؟ ايش معنى اكبر؟ الاوامر. احسنت، انه الان البايثون جاهز لاستقبال الاوامر. برنت هالو، هذه تعليمه بلغه البايثون، الان قاعد يستقبلها، واول ما تضغط انتر على طول ينفذ، طالع على طول طبع. فهذه يا سيدي عزيز الاكبر من اكبر من اكبر من، يعني انا جاهز لاستقبال الاوامر. طيب ايش الفرق بين برنامجين؟ الفرق بين ايش؟ برنامجين. الفرق بين برنامجين تجد الاجابه هذه في محاضره رقم 11. الفرق بين اثنين تجد الإجابة، هذا بيعطيك إمكانية أنك تنشئ سكريبت. سكريبت يعني إيش؟ مقطع كامل، برنامج كامل مرة واحدة، بدل ما هنا تكتب تعليم 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 وتنفذ تعليم تعليم لوحدها، كل واحد يشوف طالع إكس تساوي 5 يضغط يفسر ينفذ، واي تساوي 6 يضغط ينفذ يفسر ينفذ، بعدين تقول له زد تساوي إكس زائد واي، شوف طالع تعليم تعليم ينفذ، بعدين تقول له برنت اطبع الناتج زد لك لو تبغاهم يتنفذوا مره واحده، هذا بعطيك مجال الايدل تيجي تعمل نيو فايل. العم خليني اكمل بعدين راح اعطي مثال بسيط. طيب يا اخي اذا الموزعين مختلفين، زي في عندك اناكوندا، اناكوندا هذا موزع للبايثون، والوين بايثون، وعندك الاكت، كل هذه موزعين مختلفين عن ايش؟ عن البايثون دوت اورج. وش الميزه مالتهم؟ طبعا كل شركه قلت لك هذا فري سورس وكان في تنافس. ليش طيب الناس مستعدة تطور لك؟ شوف هذا أناكوندا،
انا كنت تستطيع من خلاله ايش انك تنزل ايش لغه البايثون. في طبعا هذه النسخ مجانيه individual، هذه مجانا بيعطيك اياها، هذه open source distributions، بقول لك اعطيها خلي الرجال ايش ياخذها وينزلها عنده ماشي. فانت هنا بتنزلها مجانا ماشي، انستول اناكوندا. اما في عندك نسخ اخرى لنفس البايثون، كوميرشال اديشن، ستيم اديشن، انتربرايز اديشنز، بروفيشنال سيرفيسز، هذه كلها بفلوس، هذه كلها بفلوس. يعني كوميرشال اديشن لا. طب واحد بيقول يا استاذ مش كلها بايثون؟ لا يا اخي، في اشياء الشركات هذه بضيفوها، شوف هاي باي ناو، هذه ايش بفلوس، بضيفوا شغلات. ايش بضيفوا شغلات؟ انت فعلا بتروح على الموزعين ذول عشان تنزل لغه برمجه بايثون، بس الاشي اللي انت بتنزله الان في عندك هنا بنزل البايثون ديستريبيوشن، بايثون ديستريبيوشن لتوزيع البايثون از سوفت وير باندل، هو حزمه برامج which contains البايثون انتربريتر، مترجم البايثون بالاضافه لبايثون ستاندرد لايبراري، لايش؟ لمكتبه ايش البايثون من الدوال. فانت هذه الشركات اخي مرات بتضيف على هذه المكتبه فانكشنز ما هي موجوده، فاهم قصدي؟ فتجد انت لما تنزل البايثون من اناكوندا تجد مكتبه الفانكشنز اكثر فيها دوال اكثر من البقيه، الوين بايثون مثلا اكثر وهكذا. بالاضافه انه هذه الموزعين بنزلوا مع لغه البرمجه بنزلوا ايش اسمه اي دي اي اللي راح يجينا لاحقا، اي دي اي اللي هو ايش شاشه التطوير زي الباي شارم، هذا اي دي اي، اي دي اي اللي هو الانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، بيئه تطوير متكامله. شوف لاحظ انه انا لما برمج البايثون بالباي شارم سهل علي، وانا قاعد اكتب تجد على طول واحد قاعد يتفحص ويقول لي ان وين غلطك ويرشدك. بالاضافه انك انت تستطيع مباشره لما تكتب اي امر، اي امر تكتب، شوف طلع لي الانتليسنس منيو، شوف بقول يمكن انت ايش قصدك برنت فانكشن اللي يبدا بحرف البي، هذه بي ار، شوف طلع لي اللي هي تبدا بالبي والار. واذا ما تبغى تكتب كمل الكلمه او الفانكشن كامل اضغط على تاب على طول. فلاحظ هذه ميزات من مين، من البايثون ولا من الباي شارم؟ البايثون ولا باي شارم؟ بايثون. احسنت، الباي شارم وليست البايثون. فذولا موزعين بنزل معهم الاي بي اي، فهي بفلوس، المجانا بعطوك اياها زي الباي شارم. احنا نزلنا في عندنا نسختين، الكوميونتي وايش البروفيشن، احنا نزلنا الكوميونتي المجانيه، اما لو نزلت البروفيشنال لا، في ادوات كثيره بتساعدك على انجاز مشروعك بوقت قصير جدا وبدون اخطاء. فعندك ذولا ايضا موزعين للباي شارم. ايضا المكتبات يا اخوان ديروا بالكم، يعني الشركات تتنافس في المكتبات. يعني انا ممكن يجي واحد يقول لي بدي اعمل مشروع، وش مشروعك؟ بقول لي بدي الجي بي اس والاحداثيات وكذا. طيب انا الان لو انزل البايثون من البايثون دوت اورج يمكن في مجموعه من الفانكشنز ما هي نازله معها، ما هي موجوده، ما تدعم هذا الشيء البايثون دوت اورج. فبروح مثلا على اناكوندا كذا بشوف اذا بدها، مرات بيكون مجانا مرات بفلوس، زي الفيس ريكوجنيشن، انه والله الموظفين يصير بصمه من خلال الوجه ليس من خلال ايش بصمه الاصبع، فالرجال يوقف قدام الكاميرا وناخذ الان وجهه، ناخذ صوره من الوجه ونقارنها مع ايش الوجوه المخزنه في الداتابيز. هذه المقارنه لحالها في فانكشنز دوال جاهزه، بدل ما اروح ابرمجها انا من الصفر وادخل في خوارزميات اللي هي مقارنه الوجوه والنقاط التشابه ونقاط الاختلاف، راح اقع في مشكله واقعد اطول مشروع بده مثلا يقعد اسبوعين، بده يقعد عندي 3 شهور عشان والله افهم الخوارزميه مالت مقارنه الاوجه واطبقها. لا يا اخوي، عندك بالفانكشنز ما تاخذ معك دقيقتين، فانكشن جاهز بيقول له يا عمي قارن هذا الوجه بهذا الوجه. ونفس الشيء بالنسبه للفينجر برنت. وانا بتذكر زمان زمان قديما يعني كان مطلوب مني في مشروع من احدى المشاريع انه والله الموظفين يقارنوا الفينجر برنت مالته لما يبصم، يقارن الداتابيز الفينجر برنت مالت الموظفين كلها، يشوف مين الموظف اللي بصم ومين ما بصم. فراحنا نشتري، كان ينباع في على النت، كان حتى استغربت انه الشركه بتبيعه 70 شخص، ما كانوا يحددون العدد حتى، يعني مقارنه مع 70 بس بصمه اصبع ب $1000، تخيل. طبعا هذا حكي زمان، اليوم صارت لا يمكن مليون $70 تدفع. الخلاصة أنا بحكي لك أهمية الفانكشنز قبل تسهل عليك، عشان كذا الشركات ممكن تضيف فانكشنز مش موجودة في عند شركات أخرى. واضح كلامي؟ في عندي يا سيد عزيز هنا الـ IDE اللي قلت لك عنه، فهذه الشركات بتوزع بايثون، وأيضا زي أنا كنت دونا برضو بتنزل لك الـ IDE. الـ IDE هي إيش؟ Integrated Development Environments، بيئة تطوير متكاملة. وبيئة التطوير المتكاملة قلت لك هدفها تسهيل وتسريع إنجاز العمل،
بدل ما اكتب البايثون بالطريقه التقليديه برنامج البايثون اما من خلال الايدل او من خلال والله هذا لا يا اخي في عندي هنا بيئه جميله شوف الشاشه وبيضاء والوان وبحط لك هذا رقم وهذا اسم وهذا كذا وايضا الاخطاء وانت قاعد شغال بقول لك صح اذا ما في خالي من اخطاء وعندك تحذيرات في عندك نقاط ضعف والله عندك ترتيب البرنامج مو كويس ما تنساش الاندنتيشن مهم جدا في البادئه فتجد الرجال شغال معك ايضا عمليه تخزين الملفات وترتيبها شوف انا ببساطه شديده قلت له تعال نيو بروجكت وعملت كيف بروجكت وكذا وهو خزن بينما كنا بالطريقه التقليديه لا يا اخي بدك تروح على مثلا صفحه المكتب او مجلد وتقول له انشئ لي ملف وهذا الملف نصي ودوت ايش تخليه دوت بايثون وقصه ارجع لمحاضره 11 محاضره 12 حتى تشوف اللي حيعملناه فالاي دي اي از ا سوفت وير ابلكيشن هو تطبيق ذات بروفايز كومبرهنسيف فاسيلتيز بيوفر لك تسهيلات او بوفر لك تسهيلات شامله تو كمبيوتر بروجرامرز المبرمجين الكمبيوتر فور سوفت وير ديفلوبمنت لتطوير وانشاء برامج فانا رجال لما بدي انشئ برنامج بالطريقه التقليديه لما او اني استخدم اللي هو الاي دي اي مثلا زي الباي تشارت في عندي كثير من الاي دي اي لا طبعا والله واحد بفضل اني ابرمج بالاي دي اي اسهل لي لا اهكل هم التخزين بنشئ اللي هو مجلد بسميه باسم البروجكت وبحط لي ملفات البايثون داخله مساله منظمه شيء ثاني والله ما اكتب الكود بشكل بسيط هذا برينت شوف طالع حرف البي على طول تاب شوف الوقت السريع بالاضافه ايش للتنبيه بالاخطاء اذا تجاوزت الخطا او اخترقت شيء من قواعد اللغه فالبايثون اي دي او الايدل او الايدل stands for integrated development and learning environments هو ايضا ايش بالتعليم وتطوير هذا الايدل اي او الايدل بنزل مع مين بنزل مع البايثون اللي هو هذا الشاشه البيضاء وقلت لك نفسهم اثنين هذه وهذه واحد الا انه الابيض تستطيع انك تنشئ سكريبت والسكريبت قلنا هي مجموعه تعليمات يقوم بترجمتها مره واحده مش واحده 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 يترجمها لكن قلنا انتربريتر ايش الفرق بين الانتربريتر والكومبايلر مين يقول لي لما ذكرنا انه البايثون انتربريتر ايش الفرق بين الانتربريتر والكومبايلر انتربريتر يسوي تعليم تعليمه احسنت يفسر تعليمه تعليمه ما يستوي الكومبايلر كل شيء احسنت الكومبايلر تكتب البرنامج كامل كل تعليماته ويترجمها مره واحده وينشئ لك ملف بامتداد دوت اي اكس اي الملف اللي دوت اي اكس اي هذا هو ملف الماشين كود اللي هي بلغه الاله اللي قابل للتنفيذ فالكومبايلر بياخذ ملف كامل بالتعليمات بترجمها الى ملف اخر بس ايش بلغه الاله بحولها لغه الاله وبكون امتداده دوت اي اكس اي يعني قابل للتنفيذ بينما هنا لا عند الانتر اكتف لا هنا بدك تكتب تعليمه 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 ما يعد على التعليم اللي بعده غير لما يتاكد وينفذ التعليم اللي قبله تكتب الاولى خلصت ترجمها ونفذها بعدين بتروح تكتب التعليم الثاني خلصت وهذا عشان هذا اسمه الانتربريتر طبعا في عندي مجموعه كبيره يا شباب Integrated development environment for Python, which has bundled with the default implementation of the language. عادة هذه اللي هي IDE بتنزل إيش has been bundled يتم حزمها يتم لحقها إلحاقها ربطها with the default implementation of language. يعني لما تيجي تنزل أنت الآن أناكوندا بتنزل لك البايثون بتنزل لك IDE الخاص بمين بمين شركة مين أناكوندا وهذا IDE مالها عشان إيش تساعدك في كتابة البرامج. زي انا الان لو ما نزلت البايثون نزلت الباي تشارم بنزل المفروض البايثون مع الباي تشارم وان كان في النسخ اللي هي المجانيه عاده ما بنزل بقول لك روح نزل انت البايثون لوحده وبعدين بتنزل الباي تشارم لكن في النهايه انت بتنزلها يا سيد عزيز بتيجي عاده مع لغه البرمجه most modern IDEs have intelligent code completion يعني بقول لك الاي دي اي هذه زي الباي تشارم وغيره هذه بتساعدك على تكمله الكود شوف كتبت حرف البي ما كملت بس على طول تاب وهكذا كمل فبتساعدك على تكمله الكود وهذه عندك مجموعه كبيره شوف هذه كلهم اي دي اي كل هذه اي دي اي وطبعا احنا اخذنا الباي تشارم اعتمدناه والاكليبس برضه قوي مش بسيط وكل هذه طبعا ترجع للنت وتشوف مين اقوى واحد لكن اكثر استخداما احنا نشوف الباي تشارم عمليه التثبيت اللي هو البايثون بترجع لمحاضره رقم 11 لتثبيت البايثون فهذا راح اخطر عنها جميعها لانه هذه شرحناها محاضره 11
أهم شيء عندي تعرف إنه الإشارة أكبر من أكبر من أكبر من إيش تعني لما تشوف هذه الإشارة أكبر من أكبر من أكبر من هنا أو هنا إيش ما تعناها إيش معناها؟ أحسنت إنه البايثون بايثون برومبت يعني هو عبارة عن رسالة من البايثون which indicates to show that the interpreter اللي هو المترجم مال البايثون is ready to take instructions جاهز استقبال أوامر. We can type commands or statements on this prompt to execute them using Python interpreter. الآن أنت تستطيع كتابة بعد هذه أكبر من أكبر من تكتب إيش أوامر باستخدام قواعد لغة البايثون حتى ينفذها. في عندي نوعين هنا execution modes. هذا مثلا شيء جديد عندنا وإن كان نشارحها لكن هذه ترت مرتب الآن. في عندي execution modes طريقتين للتنفيذ. في عندي في باستخدام البايثون interpreter. أما interactive mode اللي حكيت عنه قبل شوي allow execution of individual statements instantaneously بشكل فوري. يسمح بتنفيذ جملة مفردة بشكل فوري. هذا interactive. أول ما تطلع عندك ثلاثة أكبر من على طول أي جملة تكتبها على طول بيقوم بترجمتها وتنفيذها بشكل جاوبوني بشكل إيش بشكل فوري. لسه ما كتبت التعليم اللي بعدها ما له علاقة هو يترجم تعليمه 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 وينفذ ترجمه ونفذها ترجمه ونفذها وهكذا. أما عندك script mode allows us to write more than one instructions تكتب أكثر من تعليمه برنامج كامل تكتب مقطع من برنامج وتترجمه مرة واحدة وتنفذهم مرة واحدة مش تعليمه تعليمه تنفذ. In a file called Python فأنت بتخزن التعليمات في ملف بسميه البايثون سورس كود اللي هو كود البايثون فايل وبعدين هذا تعمل له اكسكيوت زي ايش زي عندي الايدل اي هذا بنقول له فايل طالع انا الان بكتب بطريقه الانتر اكتف ولا سكريبت انا الان هذه اكبر من اكبر من انتر اكتف ولا سكريبت بكتب البرامج انتراكتف انتر اكتف تعليمه تعليمه لكن اذا ارادت ان يكون سكريبت تيجي هنا مثلا عند فايل بتقول له يا سيد عزيز هنا بتكتب التعليمات شوف هالتعليم برنت وبتقول له مثلا هنا هلو هذه تعليمه وبعدين شوف ما نفذها شوف ضغطت انتر ما نفذها لانه هو هذا بياخذ سكريبت او بياخذ برنامج كامل بتقول له اكس تساوي 3 واي تساوي 5 وبعدين بتقول له برنت مثلا الاكس زائد الواي شوف هذه تعليمات كم عدد التعليمات هنا كم عدد التعليمات كم عدد التعليمات أربعة تعليمات فبتيجي بتحفظ مثلا على سطح المكتب تقول له save أو save as وامتداده dot py هذا سطح المكتب بنسميه هنا مثلا اللي بدك إياه مثلا test 2 مثلا dot py عشان يكون تابع للبايثون حتى يفتحه وبتعمل له run طالع نفذ مرة واحدة الأربع جمل مرة واحدة طبع هلو طبع ثمانية لأنه خمسة زائد ثلاثة ثمانية فهنا بينفذ مرة واحد التعليمات مش تعليمة تعليمة هذا سكريبت مود بتنشئ ملف بتخزن فيه كل التعليمات فتأكيد بس للمعلومات اللي interactive to work in interactive mode we can simply type Python statements on greater than greater than greater than problem بس تطلع عندك الإشارة هاي أكبر من أكبر من أكبر من على طول هذا interactive mode على طول عرفها فتكتب أنت التعليمة مباشرة بنفذها وعندك الانتراكتيف مود هو ما يستوعب غير سنجل لاين اوف كود او سنجل انستركشنز تعليمه واحده وانستنت اكسكيوشن تنفيذ فوري وهذه التعليمه خلاص بنفذها على طول ما تقدر تقول والله خلي هذه التعليمه مع التعليمه اللي بعدها cannot save the statements for the future يعني والله خلي هذه التعليمه ما تنفذها خلي التعليمه مع التعليمه اللي بعدها لا ما يرضى كل تعليمه تكتبها ينفذها على طول هذا الانتراكتيف بينما السكريبت زي ما حكينا انه انت يو كان رايت ا بايثون بروجرام برنامج كامل مكون من اكثر من تعليمه بملف وتحفظه امتداد دوت بي واي وبعدين تقول يا سيد عزيز نفذه ماشي واخذنا طبعا النوت باد انه تستطيع انك اصلا غير الايدل انك تيجي تقول نيو وحكينا بتعرف ملف تسميه الاسم اللي بدك اياه مثلا اي اي دوت واهم شيء تعطيه ايش دوت بي واي وتكتب طبعا داخله الكود اللي بدك اياه بالبايثون بعدين تنفذه اما من خلال التيرمينال الكوماند برومبت مال الويندوز او من خلال البايثون نفسه او كذا ارجع لمحاضره 11 لانه ما في مجال يا اخوان نعيد محاضره 11 لانه ما اخذناها اصلا فارجع لمحاضره 11 و12 طيب بعدين تاخذ كيف طريقه تثبيت اللي هو الباي تشارم طريقه تثبيت الباي تشارم اخذناه ارجع لمحاضره 12 حتى تعرف ايش كيف ثبتنا الباي تشارم ناتي الاشياء اللي عندنا جديد الان هنا هنا يا شباب تعرفوا اي لغه سواء كانت لغه برمجه او غير لغه برمجه في لها مفردات
لما أقول ذهب محمد إلى السوق فمنيجي للمفردات مالت هذه الجملة، فبتقولي ذهب، ذهب إيش هذا فعل أو ترمز إلى الفعل وتشير إلى الزمن الماضي صح ولا لا، وتشير إلى الانتقال معناها الانتقال. هذه كلمة محجوزة وين أو مفردة موجودة باللغة إيش؟ باللغة العربية. ذهب محمد اسم علم، اسم شخص يعني، محمد اسم شخص، إلى حرف جر وهكذا. فكل هذه المفردات السوق اسم لمكان كذا يفيد إيش، التبادل، تجارة كذا. فكل مفردة من المفردات هذه يا سيد عزيز تابع لهذه اللغة العربية. هذه كلمات محجوزة، أول ما تذكر هذه الكلمات بنفهم معانيها، لها معنى ولها لها إيش وظيفة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ أكل غير إيش شرب، غير أكل غير شرب غير ذهب غير إيش أعطى. هنا نفس الشيء بلغات البرمجة، عندي إيش اسمه keywords، كلمات مفتاحية، أو reserved words، كلمات محجوزة في اللغة. فلغة البايثون مفرداتها ما شاء الله كم، كثيرة ولا قليلة؟ هذا بالجدول مفردات لغة البايثون، شايفينها قليلة ولا كثيرة؟ قليلة. قليلة، أحسن. يعني أضربها مثلا خمسة، خمسة هنا مضروب في خمسة صار 25، وزيد عليهم ثمانية صار عندك 33 كلمة. 33 كلمة أو مفردة موجودة أو محجوزة في لغة برمجة البايثون. وكل مفرد من المفردات هذه لها معنى. Each keyword has a specific meaning to the Python interpreter, للمفسر. And we can use a keyword in our program only for the purpose for which it has been defined. كل واحدة من هذه الكلمات لها معنى. يعني لما تيجي تقولي والله أنا بدي جملة تكرار، بدي أكرر. While تعني التكرار. For يعني التكرار. If معناه الفحص، افحص، افحص أو شرط. If else if يعني. Else غير ذلك. Break أخرج. أخرج من إيش المكان اللي أنت فيه. فهذه كل مفرد المفردات لها معنى لمين؟ للبايثون. وانت تستطيع تستخدم هذه المفردة او هذه الجملة للهدف الذي من اجله تم ايش تعريفها، which it has been defined. Python case sensitive. ايش معنى case sensitive؟ keywords must written exactly as given table. لا يجوز لما تيجي تستدعي جملة الوايل تكتبها بالكابيتال، كذا ما راح يفهمها. كابيتال كابيتال، سمول سمول. حتى الكلمات المحجوزة اللي هي reserved words هذه اللي انتو امامك لازم تلتزم فيها اللي هي كابيتال كابيتال سمول سمول. واضح؟ يعني جيت انت بالامتحان او بالبرنامج عندك كتبت وايل بالكابيتال او اول حرف كابيتال على طول ما راح يفهمها، راح يفكرها انها متغير. واضح؟ فعشان تفهمنا كلمه محجوزه لاحظ انه كلهم معظمهم كلهم ولا معظمهم ايش هو بالسمول لتر ما عدا بالكونستنت، ممكن تشوف الحرف الاول كابيتال. ماشي معي انتوا يا شباب؟ فلاحظ انها تلتزم بالوايل سمول، روم سمول، اف سمول. لو حطيت كابيتال ما راح يفهم انه هذه كلمه محجوزه، راح يفكرها كلمه ثانيه متغير. واضح؟ في عندي شيء اسمه البروجرام ايدنتيفايرز، ايدنتيفايرز المعرفات. انت بتعرف انه مواقع الذاكره، مواقع الذاكره لما بدي احجزها زي المتغيرات هذه يا سيدي عزيز، المتغيرات لها اسماء، الاسماء هذه بنسميها معرفات، معرف هذا الموقع في الذاكره. لانه في النهايه انت عندك، فعندي يا سيد عزيز قلت لك انه الايدنتيفاير هو عباره عن ايش، زي هذا ايدنتيفاير معرف لموقع في الذاكره. في النهايه لما بيتعامل مع برنامجي، بدي اتعامل من خلال برنامجي مع المواقع في الذاكره، بتعامل من خلال ايدنتيفايرز المعرفات، زي الاكس زي الواي زي غيره. فالمعرفات هي عبارة عن متغيرات أو مواقع في الذاكرة أو function دوال. راح يجينا لاحقا كيف تتعرف function أو دالة، وتحدد الغرض من وظيفتها وتبرمج داخلها إيش الكود أو إيش التعليمات التي سوف تتحقق عند استدعائك لهذه الدالة. فهذا يا سيد عزيز بسميه identifiers، اللي هي من خلالها بتعرف المتغيرات variables والfunctions. الidentifier أو المعرفات X والY وغير هذه يا سيد عزيز في لها rules for naming. إيش كانت قواعد التسمية؟ يلا يا شباب خذناهم قبل. إيش قواعد تسمية المتغير variable؟ ما هي الرموز التي يمكن استخدامها في تسمية الidentifier؟ الألفا ألفا كابيتال الأحرف كابيتال وسمول بالإنجليزي طبعا، والأندرسكور والأرقام، ولكن شرط لا يجوز أن تبدأ بأرقام. Identifier cannot start with a digit.
هذا الأيدنتيفاير اللي أنت حتكونه من الأندرسكور والأحرف والأرقام وكذا، هذا راح إيش يحدد له موقع في الذاكرة، وراح يكون اسم للفانكشن إذا سميته بالفانكشن. فهذه القواعد. طبعا من ضمن القواعد الآن اللي في من ضمن القواعد، في قاعدة أضيفت عندنا أيضا، قلنا إنه لا الأيدنتيفاير ممكن يتكون من لاتارز، ممكن يتكون من أرقام بس لا ما يبدأ برقم، وممكن من أندرسكور، غير ذلك من رموز لا يقبل. أيضا في إضافة أو قاعدة ثانية أضيفت عندنا، وهو أن لا تكون الأيدنتيفاير هو نفسه اسم لكلمة محجوزة. ما يصير تستخدم هذه الكلمات المحجوزة كأيدنتيفايرز، لا يجوز تستخدمها كفاريبل. واضح؟ يعني ما ينفع تيجي لي بالباي شارم هنا مثلا وتيجي تقول لي والله بدي اسمي انا بدل اكس بدي اسميه والله يا سيد العزيز اف، شوف اف وحطيت يساوي على اساس انه اسم ايدنتيفاير اسم متغير، وحط اثنين طلع لي خطأين. طبعا هو بعرات بقول لك اكسبكتد، هذا ايش هذه اف هذه؟ بقول لك انا بتوقع انه انت قصدك اف كلمه محجوزه حط نقطتين، انت قصدك هنا ايش اسم متغير. لا يجوز تستخدم اسم متغير يكون كلمة محجوزة. واضح؟ واضح ولا ما واضح؟ فهذه كلمة محجوزة. ما ينفع تقول لي والله اسم متغير ايدنتيفاير بدي اسميه وايل، نقول لك يا عمي ما ينفع وايل كلمة محجوزة. طلع اخطاء، ما ينفع. طب لو واحد قال لي ما هي وايل كذا استاذ، وايل كذا ينفع؟ شوف حط كابيتال. ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع. احسنت، لانه الان كابيتال شوف صارت ان كلمه غير محجوزه، هذا اسم متغير. طالع الان حطك صح، قال لك ما عندك مشكله، لانه وايل بالكابيتال غير وايل بسمول. وايل بسمول هي كلمه محجوزه في البايثون، ما يسمح لك انك تسمي متغيرات باسمائها، ما يسمح لك تسمي فانكشنز باسمائها. واف نفس الكلام، تيجي تقول والله استاذ اسمي اف حط كابيتال، اف كابيتال هذه كابيتال مغير حرف واحد كابيتال خلاص يعتبر غير كلمه محجوزه. شوف طالع ما طلع لي خطا، ما طلع لي خطا. اما لو خليتها سمول فهي كلمه محجوزه. شوف طلع لي اخطاء، قال لي ما اقدر امشيها. فاذا الايدنتيفاير تستطيع تستخدم، قلت لك احرف ارقام لا يبدأ بأرقام أندرسكور، أي رموز أخرى مرفوضة غير هذه الرموز. وأيضا لا يجب وأيضا يجب أن تكون هذه الكلمة غير مطابقة لأي كلمة محجوزة. هذا التسمية للأيدنتيفاير لازم تكون غير مطابقة لأي كلمة محجوزة. واضح كلامي؟ R1 ترفع تكون أيدنتيفاير، تسمية لفانكشن، تسمية لفاريبل، ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع ينفع. أحسنت. واحد ما ينفع ما ينفع. أحسنت. طب أندرسكور R ينفع. أحسنت ينفع، ما شاء الله مصحصحين. طيب ننتقل الآن على بعده. طيب بس تأكيد للمعلومات، أهم شيء عندي بهذا السلايد هو أنه it should not be keyword، الidentifier name اسم المتغير أو اسم الفانكشن لازم ما يكون كلمة مفتاحية or reserved word أو كلمة محجوزة، كلمة مفتاحية بالنسبة للغة بايثون أو كلمة محجوزة اللي بالإيش بالبريفيوس تيبل، هذه ما تكون واحدة من ذول. وقلت لك إذا غيرت في حرف واحد، يعني كان سمول هذه كلمة مفتاحية سمول، المحجوزة سمول، حطيتها كابيتال فهو يعتبرها يعني ما عنده مشكلة، يجوز لأن اختلفت. ولا يجوز طبعا كانت يوز سبيشال سيمبلز، هذه سبيشال سيمبلز ما نستخدمها نهائيا، ما إيش مسموح لك غير نمبر وليترز سمول وكابيتال وديجيتس واندرسكور لا تبدا بالنمبر وايضا وشو. طيب ناتي الان، وايضا لا تكون كلمه مفتاحيه. ناتي الى الفاريبلز، الايدنتيفايرز من ضمنها الفاريبل المعرفات. الفاريبل ان بروجرام از يونيكلي ايدنتيفاي باي ذا نيم ايدنتيفاير، المتغير هذا يا سيد عزيز سمي متغير، عارفين سمي متغير لانه قيمته ما تظلها ثابته، يتغير. حطيت x يساوي 5 بعد شوي قلت له x يساوي x زائد 1 غيرت في قيمته صارت 6 وهكذا. فالايدنتيفاير هذا اللي هو الفاريبلز، هذا قواعد التسميه حكينا عنها. الفاريبل ان بايثون ريفيرس تو ان اوبجكت، شيء مش شرط تفهمها 100% بس احاول اوضح لك اياها. شو المقصود بالاوبجكت؟ لغات البرمجه بقول لك هذا اوبجكت، ان ايتم اور اليمنت ذات از ستورد ان ميموري. شوف اول احنا عندنا ما نيجي نقول له x، شوف لو قلنا له بلغات في لغات برمجة كذا بتقول له X كذا بدون ما تعطيه قيمة،
بتقول له مثلا بلغه الباي بلغه الجافا او بلغه عندك بتقول له انت اكس، عرفت هنا متغير من نوع انت انتجر، ولكن فعليا هو لم ينشئه، لم يحجز له موقع. واضح كلامي؟ ما حجز له موقع. ممكن تيجي الان هذه التعليمه كتبتها وبعد 5 6 7 8 تعليمات تقول له والله اكس يساوي 1. الان هو بنشئ له اوبجكت. شو يعني اوبجكت؟ بنشئ له موقع، بحجز له موقع وبخزن فيه قيمه 1. صار الان شيء يعترف فيه. شو معنى يعني شيء يعترف فيه؟ يعني صار في امكانيه لاخذ القيمه منه، لاعطائه قيمه. هذا مقصود باوبجكت، صار كيان. واضح؟ مش فاهمين كلامي؟ هنا الان كيان، الان هنا كيان انت اكس كيان اوبجكت. جاوبوني يا شباب، مش فاهم قولي مش فاهم. كذا هو ليس بكيان طالما ما حجزت له موقع في الذاكره. لحد الان لا يعتبر كيان، لكن انا رجال في البايثون غصب عني وعنك، مش بكيفي ولا بكيفك. احنا بقول لك يا سيد عزيز اكس تساوي 5، اذا على طول تلاقيه حجز له موقع في الذاكره وخزن، صار كيان. اول ما يحجز له موقع ويعين له موقع صار كيان، صار اوبجكت. وبالتالي لما يصير اوبجكت الان هذا الايدنتيفاير او الفاريبل، ايش ممكن اسوي فيه؟ اخزن فيه قيمه، يعني اخذ قيمه، او اني اعطي قيمه، اقول والله واي تساوي اكس زائد 5، فاكس قيمه اكس راح ياخذها من الموقع ويعطيها لواي بالاضافه لخمسة. واضح كلامي؟ أضرب لك مثال عملي أو عام، آسف. بيجي بقول لك أنت رجال الآن مواطن ولا ما أنت مواطن؟ مواطن. تستطيع تغادر المملكة؟ ما تقدر تغادر المملكة. لازم عشان تغادر المملكة إيش لازم تستصدر؟ ها يا شباب، جواز سفر. جواز سفر. الآن جواز سفرك هذا لما استصدرته صرت أوبجكت، صرت شيء. هذا الشيء الآن قابل لإجراء عمليات عليه، زي أنك أنت تسافر ترجع على المملكة، سافر خارج المملكة، هذا يا سيد عزيز صار اسمه اسمك شيء. واضح؟ الآن نفس الشيء، أنا لما أعلن أنه في عندي إكس ما حجزت لها لسه موقع، فهذا يعتبر إيش؟ يعتبر ايدنتيفاير، لكن ما هو أوبجكت، ما هو شيء. لما يحجز له موقع في الذاكرة خلاص صار شيء، وطالما صار شيء بإمكاني أخزن فيه قيمة، اخذ منه قيمه. وتخيل دائما مثال جواز السفر، لما استصدرت صار اسمك اوبجكت، تستطيع تخرج. ايش العمليات اللي تتم مع الاوبجكت؟ تستطيع تخرج خارج المملكه بجواز السفر او ترجع للمملكه بجواز السفر. يعني هذا تشبيه يا اخوان. طبعا الفاريبلز بعد الفيرس ان اوبجكت حكينا عنها، وعندك الفاريبلز ممكن يكون عندك سترينج اسم، ممكن يكون عندك رقم، وممكن يكون عندك ايش كومباينيشن اوف الفا نيوميريك كاركترز، يعني زي احرف وارقام. بس هلا لازم نحطها بين علامات تنصيص. ان بايثون وي كان يوز اسايم ستيتمنتس تو كرييت نيو فاريبلز. في البايثون عشان تنشئ فاريبل مش زي لغات البرمجه الثانيه. لغات البرمجه الثانيه في الجافا في السي بس تقول له ايش انت يا اكس متغير من نوع انتجر، او انت يا اكس متغير من نوع وشو فلوت. وبعدين وانت قاعد تستخدم البرنامج ايش تعمله كونستراكشنز، وبتعطيه قيمه وبصير اوبجكت. تعطيه قيمه بصير اوبجكت. واضح كلامي؟ يعني بتعطيه قيمه هنا صار اوبجكت. ماشي؟ اما بالبايثون لا، غصب عني وعنك، مش بكيفي ولا بكيفك، اصلا ما عنده حكايه انك تعرف. على طول عشان يعترف فيه انه متغير لازم تعطيه assignment statement. في البايثون لازم تقول له x تساوي 5، ما تقول له انتجر فلوت، هو لحاله راح يستنتج ايش نوع x. لو كان 5 ايش راح يستنتج نوعها ايش x؟ اذا كان x تساوي 5 ايش راح يستنتج نوع x؟ object. راح يستنتج انتجر. احسنت، وقف طالع انتجر. ولو حطيت 5 بوينت ايش راح استنتج الاكس؟ فلوت. احسنت، ما في داعي تكتب فلوت، طالع واستنتج فلوت. ولو حطيت بين علامات تنصيص ايش راح استنتج الاكس؟ سترينج. احسنت. فالبايثون طيب. تختلف البايثون اوبجكت بمجرد ما تبدا الان تعمل ترجمه يحجز له موقع صار اوبجكت وتخزن فيه القيمه. صار يعني object. بعد ما شغل برنامج هذا الاكس يصير اوبجكت.
طبعا ما هو انت لما تكتب كذا كتابه ما حجزت له موقع فعليا، الموقع بتم عند الرن عند التنفيذ، ما بحجز لك اياه. في عندك لغات برمجه تختلف، في بالرن تايم في بالكومبايل تايم تحجز، بس كل لغات البرمجه اليوم بالرن تايم اللي بتحجزه، فهذا بالرن لما تعمل رن. لكن مش مهم عند الرن ولا غير الرن، انا بهمني انه هذه الجمله لما تعدي على البايثون معناها انه صار اوبجكت، صار وشو شيء. اما بلغات البرمجه الاخرى لما تيجي تقول له انت اكس مش معناها انه صار اوبجكت، فاهمني؟ مش معناها انه صار اوبجكت، هذا قصدي انا، ما راضي اغير. طيب يعني لازم في رقم. ايوه ايوه طبعا لغات البرمجه ما انا فاضي اشرح الجافا والكذا، خلاص انت افهمها انه عندك البايثون عشان تعرف المتغير ويصير اوبجكت لازم جمله assignment statement، لازم عشان تعرف هذا متغير ويصير اوبجكت لازم تعطيه قيمه y تساوي صفر، لازم assignment statement هذه جمله تعيين يعني يساوي كذا. انت عرفته مش مثل لغات البرمجه الثانيه، لا لغات البرمجه الثانيه لازم تعرف صراحه explicit declaration، لازم تعرف صراحه انه هذا من نوع انتجر، هنا في داعي بالبايثون بالسي وبالجافا هذا انت اكس من نوع انتجر، اما عندك بالبايثون ما في عندي والله انت اكس، تعطيه قيمه هو لحاله بيستنتج وش نوع اكس، هذا انتجر. بعد شوي اعطيت اكس تساوي 2.5 استنتج بعدين انه تحولت من انتجر لو شو لفلوت، بعدين اكس تساوي مثلا نيم ايش تحولت ل سترينج، هذا البايثون. فبصير اوبجكت وبتعطي تعريف من خلال جمله assignment statement، assignment statement بتعطي تعريف للمتغير وبتعطي بصير اوبجكت، بصير عنصر يعترف به. طيب اعطيك طبعا هنا امثله ما في داعي ان احلها في اخر هاي لانه هذا حليناها وتجاوزناها. بقول لك مسج تساوي keep smiling بين علامات تنصيص، فالمسج ايش نوعها بده يكون؟ لما نحط فيها بين علامات تنصيص ايش نوعها بده يكون؟ انتجر ولا فلوت ولا سترينج؟ سترينج. بعدين قال لك برنت مسج طبع على keep smiling، نفس الشيء هنا قال لك نمبر 101 برنت ذا يوزر نمبر از فاصله، اليوزر نمبر هو عباره عن متغير راح يروح يجيب قيمته المخزنه فيه اللي هي 101 ويطبعها هنا، فراح تطلع عندك النتيجه. هنا مهمه واي الفاريبل ديكريشن از امبليسيت ان بايثون، تعريف المتغير هو ضمنيا في البايثون مش مثل البقيه لغات البرمجه لازم تيجي قبل المتغير وتقول له في لغات البرمجه انت من نوع فلوت، هذا explicit ولا implicit؟ هذا ضمني ولا صريح تعريف؟ ضمني ولا صريح لما تكتب له float؟ هذا صريح بلغات البرمجة الأخرى زي عندك الـ C وعندك الجافا، أما البايثون لا implicit ضمني، بس تعطي قيمة هو لحاله بناء على القيمة راح يعرف إيش نوع المتغير، هذا واحد بيعرف أن هذا نوع انتجر، هذا 2.5 بعرف انه نوع ايش فلوت، هذا بين علامات التنصيص بعرف انه هذا نوع سترينج. ناخذ بريك يا شباب ونرجع. اذا يا شباب زي ما قلت لكم قبل شوي انه تعريف المتغير نوع المتغير وانشاء الاوبجكت هو بجمله assignment statement وهو امبليسيت في البايثون بمعنى غير مصرح به، يعني هنا ما قلت له انت من نوع انتجر لكن اعطيته قيمه فهمته او فهمت البايثون انه هذا نوع انتجر، اعطيته قيمه فهمت انه نوعه فلوت، اعطيته قيمه فهمت البايثون انه هذا من نوع سترينج. بينما بلغات البرمجه الاخرى لا لازم التصريح. التصريح، طيب عندك هنا مثال طبعا ما في داعي نحله، حلينا كثير اكثر منه، اللينث والبريث اللي هو الطول والعرض. الريكتانجل اوف اريا. ونفذ وشوف هذه جمله الطباعه اللي هي ذا اريا طبعا بين علامات تنصيص حتى تخرج النص كما هو. فاصل الاريا راح يروح على الاريا وهو موقع في الذاكره راح يجيب محتوى او قيمته اللي هي 200 ويطبعها. في عندي يا شباب هنا بشكل سريع في عندي شيء اسمه الكومنتس، الكومنتس اللي هي التعليقات. تذكر لما اخذنا موضوع في اللي هي البي دي ال سي لما قلنا عندك الدوكيومنتيشن التوثيق. التوثيق في عندنا نوعين اكسترنال وانترنال، انترنال داخل الكود انك تكتب ملاحظات داخل الكود تذكرك في الكود في هذا المقطع ايش يسوي. هذا التوثيق وضربنا هنا مثال شايفين هنا المحاضرة اللي فاتت أخذنا
لكن تخيل كذا. الآن لو جينا إحنا هنا مثلا بدنا نعطي ملاحظة أو تعليق حول هذا المقطع، حول هذا الليست، فأنا عندي مشكلة الآن هنا. وما هي؟ إن أي شيء بكتبه الآن على هذا الملف سوف يقوم البايثون بأخذه وترجمته لما أجي أعمل تنفيذ. هل الكلام والمصطلحات اللي راح أكتبها أنا والمفردات هل هي تابعة للغة بايثون؟ هل راح يفهمها البايثون؟ لما أقوله مثلا this is example، عنده كلمة محجوزة اسمها example؟ جاوبوني. لا. dictionary كلمة محجوزة اسمها dictionary كاملة كذا بالكابيتال ولا بالسمول. فتجد هنا إيش مثلا when the key، عندما يكون المفتاح is number. هذه ملاحظة بدي أحطها للكود في الكود، لكن مشكلتها أني وأنا بكتبها كذا اللي قاعد يشتغل البايثون معاه ويفسر، خصوصا لما أعمل run. فأنا إذا أردت أن أجعل هذه الجملة مهملة من قبل البايثون، يعني ما يطالعها ما يترجمها، وإنما تبقى بس لما أفوت على ملفي حتى إيش تفيدني، حتى تفيدني بالتوثيق، فبحط قبلها هاش، إشارة الهاش طالع صار لونها رمادي وذهبت الأخطاء صار صح، لأن كل الأخطاء تركزت حول أني أنا قاعد أستخدم الآن هذه الجملة أو كتبت هذه الجملة، وهذه الجملة فيها مفردات وأمور غير مطابقة لقواعد لغة البايثون. أما بمجرد ما حطيت هاش على طول تم إغفال وإهمالها وكأنها مش موجودة، لكن بقيت بس بالملف على أساس أنها تعطيني معلومة. فهذه الكومنتس أنك تكتب تعليقات، فأي تعليق تبغى تكتبه وتبغى يكون مهمل في حالة الترجمة من قبل البايثون لازم تسبقه بإيش؟ بهاش. بتحط هاش بعدين بتقول بتكتب اللي بدك إياه، مثلا the section to create dictionary، هذا المقطع للديكشنري. طيب هذا إذا بدك تعمل إيش إهمال لسطر سطر إيش تسوي؟ لو كان في سطر ثالث كمان إيش تسوي؟ إيش تسوي إذا كان في سطر ثالث التعليقات؟ هاشتاج. أحسنت، ممكن تستعمل كوت. أحسنت، لما يكون عندك هاشتاج، ما أسف، لما يكون عندك تعليقات كثيرة باراجراف مقطع كامل، فبدل ما كل سطر تحط هاش 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 هاش، بدل ما تحط هاش لكل سطر، في طريقة أخرى يشمل الباراجراف كامل، وهي أنك تحط 3 double quotations، 3 double quotations، 3، شوف 3، وبعدين تيجي عند نهاية المقطع اللي هو الكومنتس التعليق وتحط 3 double quotations حتى إيش يتوقف، فيصير عندك بين double quotation الثلاث الأول والdouble quotation الثلاث الأخر هذا إيش للكومنتس التعليق. فهذا إذا كان عندك مقطع كامل. واضح يا شباب؟ واضح إن شاء الله. نأتي الآن يا سيد عزيز إلى الكومنتس. في عندي هنا everything is an object. قلنا يا سيد عزيز إنه عندك أنت في البايثون أول ما تيجي تعرف المتغير تعطيه قيمة بجملة assignment statement، تعطيه قيمة، هذا صار object الآن. انحجز له موقع في الذاكرة، لما يعدي البايثون على هذه الجملة انحجز له موقع في الذاكرة. الآن الموقع في الذاكرة، ركز معي، X تساوي 5، جاء البايثون على طول حجز موقع وخزن فيه قيمة الخمسة، وهذا الموقع له رقم، تخيل كذا عنوان، يعني ID يعني إيش؟ Identifier number يعني رقم مميز، مو رقم تعريفي للفور إكس. لو جيت حطيت أنا الآن الواي تساوي 5 في تشابه بالقيم، هنا 5 وهنا 5، إيش بيسوي البايثون؟ بيخلي نفس الموقع نفس الاي دي يشير إلى الإكس والواي مع بعض. عرف كيف بتصرف البايثون؟ عرف كيف بتصرف البايثون ولا لا؟ بناء على القيمة، إذا كانت القيمة للإكس مشابهة للقيمة للواي، يعني 5 5، بتلاقيه تجده إنه في موقع واحد يشير إلى الاثنين متغيرين الإكس والواي. فلاحظ نفس الاي دي كان إكس 8 5 9 6 4، لما حطينا واي تساوي 5، شوف نفس القيمة 5 5، نفس الموقع مع الإكس صار يشير إلى الواي، فصار عندك 8 5 9 6 تشير إلى الإكس والواي. طب مين يقول لي هذه الحركة هذه؟ ايش الهدف منها بالبايثون؟
ما هو الغرض من هذه الحركة؟ أنه تخلي نفس الموقع يشير إلى أكثر من متغير إذا كان قيمهم متشابهة، تكون أخف على الرام. أحسنت، لتقليل استهلاك الذاكرة الرام، طبعا لتقليل استهلاك الذاكرة الرام. وانت برنامجك حتى يكون يعني قوي لازم يكون مصمم بشكل جيد ويكون جميل خفيف على الرام حتى يكون سريع بالتنفيذ. كل ما كان برنامجك بيستهلك مواقع كثيرة حيكون ثقيل. فالبايثون وضعت هذه الميزة، إذا القيم متشابهة لحاله بخلي لك إياها. طيب فضل. هل كل لغات البرمجة نفس الشيء؟ لا، لغات البرمجة بتترك لك إيش اسمه البوينترز. بالبايثون ما في البوينترز. البوينترز هذا أنت بتعمل أوبتمايزيشن للميموري، أنت بتضبط الميموري زي ما بدك. لغات البرمجة كده بتترك لك مجال بالبوينترز. أما البايثون هنا عشانها سهلة الاستخدام وبتتعامل أو متوفر لليوزرز اللي مش شرط يكون دارس برمجة، فقالت لك خلاص ID. احنا نضبط. نعم، قصدي الاي دي اذا يعني يكون نفس الشيء اذا كانت قيمة المتغير نفسها ولا لا. انت قصدك في لغات برمجة اخرى ولا بالبايثون؟ في لغات البرمجة الاخرى نفس الشيء. لا ولا لغات البرمجة الاخرى اذا اكس تساوي 5 واي تساوي 5 هذا موقع وهذا موقع، هذا موقع وهذا موقع. اما بالبايثون هذه الميزة بيعطيك انه اذا تشابهت القيم. طب افرض الان بعد شوي حطيت له x تساوي x زائد 2، كم صارت قيمة x؟ صير 7. هل راح يظلوا على نفس الموقع ولا راح يفصلهم البايثون؟ لا مو نفس. احسنت، فصلهم الان. شوف هذا صار موقع منفصل، شوف طالع الاي دي هذا لx، غيرت القيمة صارت 7 5 6 3 2 4، هذا الاي دي مالها للإكس، والباي بقيت اللي هي 8 5 9 6 4، ففصل بينهم لما تغيرت القيمة. فهذا بالنسبة للآي دي. تعال نشوف يا سيد عزيز على البايثون. تستطيع تستخدم التيرمينال، تستخدم اللي بدك إياه. فتتيجي تقول مثلا إكس تساوي 5 واي تساوي 5، اثنين متشابهات. بعدين تقول له اطبع لي الآي دي، هذا عبارة عن دالة بتجيب لك الآي دي، رقم الآي دي المحجوز لإكس. وبعدين بقول له اطبع لي الاي دي او جيب لي الاي دي مال الواي. نفسه. واذا ما انت مصدقني والشاشه ضعيفه عندك، تعال هنا بقول له اكس تساوي 9 واي تساوي 9 وزد تساوي 9، وبعدين قول له برنت اطبع لي برنت الاي دي بين قوسين راح مال الاكس. خلينا ايش فاصله نعطيه كذا يعني عشان يكونوا جنب بعض، بعدين فاصل هذا السترينج اللي هو، بعدين الاي دي مال ايش مال الواي، وبعدين ايش الاي دي مال مين، الاي دي مال مين مال الزد. ايش تتوقع كلهم نفس القيمه لما نعمل ران؟ طالع 1 4 4 5 7 0 7 4 0 9 9 6 8، وهذا نفس الشيء وهذا نفس الشيء. لكن بعدها لو تغيرت قيمة مثلا الزد صارت تساوي 2 والواي تساوي مثلا الواي زائد 1، اختلفوا ولا لا؟ الواي كم صارت قيمتها؟ 10، لأنه 9 زائد 1، والزد 2. إذا صار ولو طبعناها مرة ثانية إيش بيصير؟ يختلفوا ولا يبقوا؟ تغير والثلاثة تغيروا عن بعض. طالع هذا آخره 144، هذا آخره 176، هذا آخره 920. طبعا في اختلافات من قبل بس أنا يعني بدي أركز على آخر ثلاث أرقام لأنه ماني فاضي، لكن هو إذا اختلف رقم واحد خلاص صار شيء جديد. فطالع إذن هنا إذا اختلفت القيمة يختلف. هذه فكرة الآي دي في البايثون، هذه فكرة الآي دي. فالبايثون تريتس يتعامل مع every value and data item whether in numeric string or other type discussed in the as an object، كأوبجكت حجز له موقع في الذاكرة وخزن القيمة. In the sense ولذلك أو بسبب that it can be assigned to some variables or can be passed to the function of
وهذا الأوبجكت تستطيع أنك تستخدمه أو تعينه. لكن قلنا طالما أوبجكت تعترف فيه أوبجكت تستطيع تجري عليه العمليات، تأخذ قيمته، تعطي قيمته لشيء، تأخذ قيم. فمثلا لما تيجي تقول له X تساوي 9 هذا أوبجكت، بعد شوي قلت له والله X تساوي X زائد 3 أعطيت غيرت قيمته. تستطيع تقول له Y زائد 1 زائد X أصبح يعطي قيمته X للY لهذه المعادلة وهكذا. الآن هذا مش موضوعنا أنا حكيناه، لكن عندي هنا every object in Python assigned a unique identity اللي هو رقم هوية، which اللي هو رقم موقع تشبيها يعني، which remains the same for the lifetime that objects، يبقى هذا الموقع محجوز له حتى نهاية تنفيذ البرنامج. أنت لما تعمل run بنفذ فبيحجز، لكن لما يخلص تنفيذ خلاص المواقع التي حجزت تنتهي. This ID is akin to the memory address، يعني قريب من الميموري ادرس وفان اوبجكت، يعني زيه زي مين؟ زي ايش؟ موقع في الذاكره، زي كانه ايش؟ عنوان الموقع في الذاكره. يعني بقول لك الاي دي هو زي كانه موقع، عنوان موقع الذاكره، عنوان موقع الذاكره. وعندنا فانكشن اسمه ID returns the identity of an object، اخذنا الاي دي. الاي دي عباره عن فانكشن او داله يجيب تعطيه اسم متغير يجيب لك ايش؟ الايدنتيتي مالته او الرقم أو عنوانه في الذاكرة. كذا تخيلها تخيلا. يلا يا شباب خلصنا. إذا نأتي الآن إلى اللي هي topic 4، وبرجع بأكد للأسف إنه إحنا بطيئين. رح نبدأ اليوم بالconditional executions، التنفيذ الشرطي. لما يجيب لك سيرة شرطي إيش معناها على طول؟ وش الجملة اللي تخطر في بالك أول ما يقول لك conditional execution؟ أحسن، جملة الإف، على طول الإف. الآن يا سيد العزيز عندي هنا comparison operators. جملة الإف زي ما أنتم عارفين أساسها هو شرط، أساسه هو شرط، والشرط هذا يحتوي على إشارات اللي هي comparison operators أو relational operators، العمليات العلاقية أو عمليات المقارنة. فالشرط مالها بتكون من إشارات، ممكن يتكون من أصغر من، يحتوي على أصغر من أو يساوي، يساوي، شوفوا يساوي، double equal معناها يساوي، greater than or equal، not equal هي علامة تعجب، يساوي، is the same as x is y، هي نفسها يعني x هي نفسها y، is not the same as. هذه يا سيد عزيز اللي هي comparison operators، هذه بنسموها boolean expressions. أستطيع أن أكون منها boolean expressions. شو مقصود بالboolean؟ البوليان ذو الوجهين، تعبيرات ذو وجهين. يعني إيش ذو الوجهين؟ يعني هذه جوابها يا إما true يا إما false، هذا بنسمي boolean. زي العملة عندك نص ريال، يا إما صورة يا إما كتابة، هذا بنسميه وشو؟ boolean. عرفت شو معنى boolean؟ بوليانية إكسبريشنز، تعبيرات التي جوابها بكون وجهين، يا أما true يا أما false، يا أما yes يا أما no. Ask a questions to produce yes or no result which we use to control program flow. بقول لك هنا يا سيد عزيز هذا البوليان إكسبريشنز اللي هو الشرط اللي بناء عليه راح يكون قرار هل هو true ولا false، وهل سوف يتبع هذا المقصود بكنترول program flow، هل سوف يتبع طرف الأيمن ما الترو أو الطرف الأيسر. يعني كذا طالع عندي هذا الكونديشن، هذا الاف، إذا كان الشرط فولس بدي يلحق بإيش؟ بالفولس برانش ويهمل الترو، وإذا كان ترو بدي يلحق الترو برانش ويهمل الفولس. هذا المقصود بجملة اللي هو used to control program flow. flow يعني إيش؟ اللي هي مسار البرنامج. البولين اكسبريشن يوزنج كومباريسون اوبريتورز تو ايفالويت ترو فولس يس اور نو، المهم انه بعمل ايش؟ تقييم للشرط. فالكومباريسون اوبريتورز هذه نتيجتها اما ترو اور فولس. واخذنا منها سابقا لما قلت لك ها اكس تساوي 5 واي تساوي 5، بنقول له اكس تساوي واي، ايش الناتج هنا؟ ايش معنى هذه؟ اقرا لي اياها، ايش معنى x تساوي y؟ يعني هل x تساوي y؟ هاي معناها هل x تساوي y true ولا false؟ يعني سؤال، هل سؤال true؟ لما تقول له x greater than or equal y معناها هل x، هذا سؤال يعني جوابه اما true او false، هذا boolean، هذا expression boolean expression، جوابه اما true or false true وهكذا. The comparison operators look at variables but don't change the variables. بقول لك انت هذه
البوليان اكسبريشن هذه ما تغير قيمه البوليان. لما تيجي تقول لي اكس تساوي تساوي واي، خلينا ما هي واضحه عندكم هنا، خلينا نروح على الباي تشارت. لما تقول له هنا اكس برنت اطبع مثلا اكس تساوي تساوي واي على فرض، طبعا هنا عندي خطا ليش؟ لان هنا لا الاكس ولا الواي معرفين، وقلت لك احنا لازم تعرفهم تعطيهم قيمه بالاول. مثلا هنا ينشئ لك الاوبجكت ويعرف نوعه، وهنا الواي ينشئ لك الاوبجكت ويعرف نوعه. فانت بتقول له برنت ايش معناها هذا هذا اكس تساوي تساوي واي ايش معناها؟ بسرعه جاوبوا يا شباب. يعني هل اكس تساوي واي؟ احسنت. هل سؤال ايش الناتج مال هل؟ فولس. اما ترو او فولس، ما يهمنيش انا الناتج بالضبط، اما او اما ترو او فولس. طالع طلع لي فولس هنا. اذا يا شباب انت الان هنا هنا انت قارنت ولكن لم تغير، هل معنى ذلك انه واي قيمتها العشرة صارت مخزنة في اكس؟ هل معنى هذه الجملة انه الواي قيمتها عشرة خزنت في اكس تغيرت في اكس؟ لا، هذا هنا سؤال وهذا قصده في السلايد. بقول لك comparison operators look at variables، تبحث داخل ال variables but don't change the variables، ما تغير قيمته. هي تسأل سؤال. remember ان assignment statement اللي هي يساوي لوحدها هذه used for assignment وليست للمقارنة. هل يساوي يساوي هذه double equal، بدل ما هذه يساوي مع assignment x تساوي 5 يعني خزن 5 في x. أما x تساوي تساوي 5 إيش معناها؟ x تساوي تساوي 5 معناها خزن 5 في x. هذا سؤال. أحسنت. معناها سؤال، معناها هل x تساوي 5؟ والإجابة صحيح لأنه x بالأصل تساوي 5، فراح يطلع لك true. نأتي الآن يا إخوان للإف ستيتمنتس، والآن مهم جدا، ونيجي الآن لنقطة الايدنتيشن. أول شيء كيف بنية جملة الإف؟ بنية جملة الإف بالبايثون ببساطة شديدة هي كلمة محجوزة إف بالسمول ولا بالكابيتال؟ بالسمول ولا بالكابيتال؟ سمول. بالسمول، أحسنت. بعدين فراغ، بعدين الكونديشن الشرط، أو البوليان إكسبريشن اللي هو التعبير البوليان اللي هو جوابه الشرط اللي جوابه أما ترو أو فولس. بعدين نقطتين، بعد النقطتين ممكن تحط مباشرة الجملة في حالة الترو إذا انطبق الشرط، إيش ينفذ بعد النقطتين؟ أو تنزل سطر وتكتب الجملة راح تتنفذ في حالة ما انطبق الشرط. لكن في نقطة مهمة هنا، إيش تلاحظ في شيء الآن جينا المسافة البادئة الاندنتيشن، بمجرد ما تحط فراغ أو تاب مسافة بادئة داخل المسافة البادئة مالت الإف، أصبحت هذه الجملة البرينت تاب على مين؟ تاب على مين؟ تاب على مين؟ اللي قبلها. تاب على الإف، عشان كذا لون لك إياهم باللون الأخضر. فلهذا الإف الثاني إف إكس greater than 4 نقطتين، شوف ما كتب البرنت مع بداية السطر مال الإف نفس مستوى الاندنتيشن مال الإف، وإنما دخل داخلها عشان نفهم البايثون، والبايثون يفهم إنه هذه جملة البرنت تاب على مين؟ تاب على الإف إذا تحقق الشرط. لونناها باللون، وش اللون هذا؟ لون زهري اللي بدك إياه، هذا اللون الذهبي نفس الشيء إف إكس. وبالتالي افهم الآن، وهذه صورة أخرى للإف، إنك تكتب مباشرة بعد النقطتين إيش اللي بدك تسوي برنت بدل ما تنزل سطر. هنا بتكون البرنت تاب على إيش الترو مال الإف. فلاحظ هنا المسافة البادئة مهمة ولا ما هي مهمة في البايثون؟ مهمة ولا ما هي مهمة؟ جاوبني. مهمة. أحسنت. معنى ذلك لو جاء واحد في الامتحان وحط هنا الواي، حط شوف طلع عنده أخطاء. ليش أستاذ الأخطاء؟ لأنه دير بالك البايثون عنده حساسية من الاندنتيشن المسافة البادئة. بقول لك شو معنى هذه إكس داخلها واي؟ ما في عندي هذه جملة مستقلة ذات سيادة وهذه جملة مستقلة ذات سيادة، شلون هذه داخل لهذه؟ هذه ما هي جملة إف ولا وايل، حتى أقول إنه هذه الجملة تابعة لوايل، هذه تابعة لإف، هذه مستقلة، هذه شلون؟ فلاحظ طلع لي خطأ. فدير بالك في الامتحان لما يجيك أخطاء زي كذا على طول ركز على المسافة البادئة، خصيصا أنه أعطاك unexpected indent، مسافة بادئة أو نقطة بداية غير متوقعة، فأنت رجع والله راح الخطأ.
طيب نيجي الآن على جملة if. مثلا x تساوي 5 y تساوي 7. الآن شوف جملة if. if بالسمول وبحط الشرط if x equal equal 7 أو خليها 5 آسف نقطتين. شوف ضغطت انتر طالع. شوف على طول بايثون وين حط المسافة البادئة داخل وشو أو بعد المسافة البادئة مالت الاف عشان يفهمني انه هذه الجملة انت تبغى تكتبها الآن هذه داخل تابع على مين تابع على مين تابع على مين تابع على الاف. فبقول له برنت وبكتب له الجملة اللي بدي إياها the number أو the x value is equal 5. طيب إذا أنا لما أعمل أنا تنفيذ طالع هنا لما أعمل أنفذ راح يجي طبعا يخزن 5 في x وخزن 10 في y. هذا انتجر وهذا انتجر. بعدين بفحص الآن f x اللي قيمتها 5 تساوي هل تساوي 5؟ نعم true. لما يكون true بدي ينفذ برنامج لحد الآن. هذا one way ولا two way؟ تتذكروا ال one way وال two way؟ هذا one way ولا two way؟ one way. أحسنت one way. واللي مناسب ال one way راجع السلايدات في part 4 في chapter 1. هذا one way عند ال true يعمل شيء عند ال false ما يعمل ولا شيء. فأنا قلت له اطبع لي إنه equal إذا كان الشرط تحقق. إذا ما تحقق بقول لك ما تعمل شيء ويطلع برا جملة الإف. فلما نيجي نعمل الآن run طالع عليه راح يطبع ولا ما يطبع هنا؟ راح يطبع الرسالة ولا ما يطبعها؟ أحسن طالع طبعها. وإذا لم يتحقق الشرط يعني كان قيمة X whatever 20 مثلا فلن يعمل شيء وراح يطلع طالع ما طبع شيء. السؤال الآن هنا لو فرضت بدي أطبع كمان رسالة تحت تاب على الإف شو أسوي؟ شو أسوي؟ أحافظ على الإندنتيشن طالع أحافظ على المسافة البادئة وأكتب الجملة الثانية اللي أبغاها برنت I am here أنا هنا. ها الآن لو تحقق هذه الجملة الثانية اللي هي برنت I am here هذه تابعة للإف ولا ما هي تابعة؟ تابعة. إيش اللي دل على إنها تابعة؟ وش اللي دل على إنها تابعة؟ المسافة البادئة. المسافة البادئة الإندنتيشن. فطالع الآن لما تحقق الشرط طبع الجملتين لأنه ذولا تابعين. لكن لو جاء واحد وخلى الجملة الثانية تبدأ من شوف غير في المسافة البادئة خلاها على مستوى الإف على مستوى الجمل أصبحت هذه الجملة مالها تابعة للإف ولا مستقلة؟ مستقلة. مستقلة ما هي تابعة للإف. طب لو سألتك سؤال لو كانت قيمة خمس قيمة إكس خمسة راح يطبع الجملتين ولا يطبع جملة واحدة؟ الجملتين. الجملتين. وإذا كانت قيمة X غير 5 مثلا 7 أو 8 راح يطبع الجملتين ولا جملة واحدة ولا ما يطبع شيء؟ جملة واحدة. وش الجملة اللي تنطبع؟ برنت أم هير. أحسنت. إذا برنت أي أم هير لما أنا غيرت في الإندنتيشن وخليتها جملة من جمل البرنامج تابعة للبرنامج سوف تنفذ على كل الحالات سواء كان الشرط true أو false. بينما the print the value the x value is equal 5 لا بناء تابع على ال x بمعنى لو كان الشرط تحقق تنطبع ما تحقق ما تنطبع. فلاحظ أن قيمة x 8 يعني ما تحقق الشرط فراح تنطبع أيام هير على كل الحالات سواء كان true أو false أنه هذه أصبحت خارج سيطرة ال f خارج تبعية ال f. هذه جملة من ضمن جمل البرنامج والبرنامج ينفذ sequential أول جملة ثاني جملة هذه الجملة الإف خلص ينفذها فكل الحالات سواء كان true ولا false بدها تنطبع أيام هير. طالع الآن هنا false لأنه X 8 طالع أيام هير ما تحقق الشرط X كان 8. طب لو كان 5 5 تساوي 5 راح تنطبع برضو أيام هير مع اللي هي the X value لأنه انطبق الشرط. إذا نشوف المسافة البادئة في بعض الطلاب يخطئ في المسافة البادئة يضع سبيس طالع حط سبيس واحدة الآن سبيس طلع عنده خطأ مين يتوقع إيش الخطأ؟ إيش الخطأ تتوقعه؟ بقولك an indent does not match any outer indentation. بقول يا ابن الحلال حطيت لي هنا مسافة بادئة لا هي تابعة على الإف
ولا يتابع على مين؟ يعني لداخل الاف لا يتابع على البرنامج ولا يتابع على مين لداخل الاف. يعني حط كمان 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 ايوه خلي على نفس المستوى مال الاف، شوف راح الخطأ. اما تحطها بالنص لا هي داخل الاف ولا هي برا الاف، واضح؟ طب هذه الاخطاء بستعرضها عشان بعض الطلاب بفهموا او فكذا تابعه ايش للبرنامج. اما واحد حط لي سبيس واحد، طب سبيس واحد قال لك لا انت تابع على البرنامج ولا تابع على داخل الاف، واضح كلامي؟ واضح ولا مو واضح؟ واضح. طيب طالما واضح يلا يا شباب هذا البرنامج امامكم، ابغاكم الان وش الجمل التي تطبع؟ هل جمله واحده ويخرج ولا في اكثر من جمله؟ وما هي الجمل التي تطبع؟ طالع البرنامج قبل ما نجاوب. ها اقول دكتور تفضل. كلها من اخر واحد جل طبع كل الجمل الا اخر واحد، هذا جواب. في جواب ثاني؟ طيب خلينا نناقش الان. اكس تساوي 5 جت جمله اف، تفضل في اجابه. 5 ايش مقصود بخمسه؟ خمس جمل قصدك؟ واحده اثنتين ثلاثه اربعه خمسه سته، هم ست جمل يعني خمس جمل. طيب نشوف الان اكس تساوي 5 قيمتها 5، هل اكس تساوي 5 ترو ولا فولس؟ ترو. اذا راح يطبع الجمله التابعه للترو للاف الاولى اللي هي البرنت ايكوال 5. هل راح يكمل ولا يخرج ولا يروح الاف اللي بعدها؟ احسنت، الاف اللي بعدها ليست تابعه للاف اللي فوق لانه المسافه البادئه على نفس مستوى المسافه البادئه، هذه جمله مستقله ذات سياده اللي هي اف اكس جريتر ذان 4، هذه جمله مستقله تابعه للبرنامج وليست تابعه للاف. لو كانت تابعه للاف كان حط الايدنتيشن مالها داخل الاف الخضراء، صارت نستد اف. لو دخلت داخل صارت نستد اف، اما هذه ما هي نستد اف يا الحبيب، هذه اف مستقله كل واحده مستقله. يعني خلص الاف الاولى يخرج ويكمل البرنامج، صادفته الاف الثانيه مسكته. اف اكس اللي هي 5 اكبر من 4، هل هذا صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح. يطبع جريتر ذان 4، خلص جمله الاف هذه خرج، صادفته انه الجمله اللي بعدها اف مسكته، هل الخمسه اكبر مساوي 5 صح ولا غلط؟ صح. صح طبع greater than or equal 5، بعدين خلص جمله الاف الذهبيه هذه وخرج، فصادفته الجمله اللي بعدها انه اف، فجاء اكس اللي 5 اصغر من 6 ولا لا؟ اصغر من 6، طبع وشو؟ less than 6، خلص جمله الاف خرج يكمل البرنامج لقى جمله اف تصادفه. 5 اصغر من او تساوي 5 صح ولا لا؟ صح. طبع less than or equal 5، خلص جملة الاف باللون الازرق الغامق او الكحلي خرج يكمل البرنامج فصادفته جملة اف، فقال لك هل 5 لا تساوي 6 صح ولا لا؟ صح. فطبع كم جملة يطبع؟ 6 جمل. وما انا مصدقك يا استاذ، من حقك، احنا قاعدين ندرس علم، تعال نعمل كابو بيس للاختصار لانه ما نبغى نضيع وقت زياده، ما عندنا وقت زياده، هذا كابي وتعال هنا يا سيد العزيز واعمل هنا بيست. طالع دائما هل في جمله اف تاب على اف؟ لا، كل جمله مستقله تاب على البرنامج، ما في عندي جمله اف تاب على اف. لو كان هذا الاف داخل شوف نفس مستوى، صارت هذه الاف تاب على مين؟ هذه الاف تاب على مين؟ للاف اللي قبلها لان على نفس المستوى، شوف على نفس مستوى البرنت اللي هي تاب على الاف اكس الاف الثاني طبعا. اما لا هذه ما هي تاب على الاف، هذه على نفس مستوى البرنامج، مستوى ايش؟ تعليمات البرنامج، فهي مستقله. خلص الاولى طلع راح يكمل البرنامج، الجمله طلعت هي ايش؟ اف. خلص الجمله طلع كمل وهكذا. نيجي نعمل رن ونشوف، هذا رن طالع is equal 5 greater than 4، كم تعليم كم رساله تطبع؟ 6.
طبعهم الستة كاملين. واضح كلامي ولا ما هو واضح؟ واضح. واضح. بينما أنت هنا طالع يعني لو جينا أو خلينا نأجلها لما نأخذ الإلس إن شاء الله عشان ما نشتتكم. هنا في عندي شيء وركز معاي هنا. بقولك there are three logical operators and or and not. أنتوا بتعرفوا يا شباب إنه أنا عندي البولين إكسبريشن ممكن يتكون من أكثر من شرط. يعني ممكن أقول له f x greater than اللي هو 0 and x less than 10. في عندي شرطين هنا أو الشرط الكلي مكون من شرطين من حدين. عشان أنا إيش أربط بين الحدين لازم أستخدم إحدى علامات اللوجيكال أوبريتورز اللي هي الأند أو إيش أر أو الأور. فإذا كان عندي أكثر من حد للشرط عشان أربط بينهم بدي أستخدم. ما ينفع أقول والله X greater than 0 X less than 10. لازم يكون في أند، لازم يكون في أور. هذا اللوجيكال أوبريتورز تستخدم للربط بين إيش البولين إكسبريشنز تيرمز بين فقرات البولين إكسبريشن عشان تشكل الكامل. الآن X greater than 0 هذا ممكن يكون true. طيب و X less than 10 ممكن يكون false. الآن كيف الآن تتعامل؟ أخذناها سابقا truth table جدول الصحة مالت الآن عارفينه ولا لا؟ متى بكون الآن دائما الشرط الكلي true إذا كان الرابط اللوجيكال أوبريتور آند متى؟ لما يكون اثنينهم صح. أحسنت، لما يكون اثنينهم أو أكثر بالشرط اثنينهم مع بعض. ممكن يكون x greater than 0 and x less than 10 and x كذا and y كذا. المهم اللي رابط بينهم آند حتى يكون الشرط الكلي كله ترو لازم يكون كل فقرة من فقرات ترو. غير ذلك كله فولس. يعني الثلاث حالات فولس and فولس 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 and ترو فولس ترو and فولس فولس ترو and ترو بس هي الحالة الوحيدة ترو. فهذه معناها الجملة true only فقط if x is greater than 0 إذا كانت قيمة الـ x أعلى من 0 and أقل من 10. عود يديك معاي لازم تكتب برامج الآن x أكبر من 0 and شوف and x أقل من 10. طيب x تساوي 5 ايش يعطي؟ true ولا false؟ true. فانت بتحط هنا رسالة ممكن تكملها على طول او تنزل طالع وتقول هنا print مثلا true. لا هاي true يعني انا بدي اكتب رساله بلاش تفهم انه هذه جت من البايثون. هذه انا رساله اللي كاتبها طالع this is true. طب لو كانت قيمه صفر يطبع؟ لا ما يطبع. run راح ما يطبع شيء. او اذا تبغى توضح لك اكثر واكثر هذه print ومباشره ما نبغى يطبع لي true ولا false. هو الان البايثون بخليه يطبع لي true ولا false طالع. فأنا راح يطبع لي true ولا false. هنا طبع لي false. وإذا كان قيمتها مثلاً واحد راح يكون عندي true. إذن لازم يتحقق الشرطين. لازم يتحقق الشرطين حتى تكون دائماً الرابط بينهم and لازم عشان يكون كله true لازم يكون كلهم كل حد من حدود الشرط true. أما عندك false أسف أما عندك or لا. يعني اقرأ لي هذا الشرط مين يقول لي ايش علامة البرسنتج هاجي تعني اخذناها بالبايثون ايش تعني هذه علامة البرسنتج مين مصحصح ايش تعني علامة البرسنتج احسنت باقي القسمة المود احسنت المودجلس فاحنا بنقول له النمبر باقي قسمته على اثنين تساوي صفر ولا ما تساوي اذا كانت تساوي صفر معناته هو ايش اود ولا ايفن تذكروا السؤال هذا باقي قسمة العدد على اثنين إذا كانت تساوي صفر معناته عدد زوجي ولا فردي؟ زوجي. أحسنت عدد زوجي. هذا أخذناه المثال وجاكم بالامتحان كثير منكم جاءه هذا النموذج. طيب هنا طالع نقرأ الشرط بقولك إذا كان النمبر باقي قسمته على اثنين تساوي صفر أو باقي قسمة العدد على ثلاث تساوي صفر معنى ذلك متى بكون الشرط true ومتى بكون الشرط كامل false؟
بكون ترو إذا واحد منهم على الأقل تحقق. إذا تحقق واحد منهم خلاص بالشرط كامل بصير ترو، حتى ما في داعي طالع اللي بعده. واضح كلامي؟ هنا عكس الاند، الاند هنا ترو في حالة واحدة، ترو اند ترو. أما فولس 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 ترو فولس وترو فولس فولس. أما هنا عكس، حالة واحدة فولس. هي متى بكون فولس في الأور؟ لما يكون كلهم وشو؟ فولس فولس. أما ترو فولس ترو فولس ترو ترو وترو ترو ترو، بس حالة واحدة فولس لما يكون كلهم فولس. فإف إز ترو، إف إيذر أوف كونديشنز إز ترو، واحد منهم كان ترو. If the number is divisible by 2 or 3، إذا الرقم قابل لا الطبق قابل على القسمة على 2 بدون باقي، أو قابل على القسمة على 3 بدون باقي، واحد منهم خلاص صار true. هنا not x greater than y، شو مقصود فيها هنا؟ شو not؟ إيش معناها؟ ليس. أحسنت. يعني هنا إذا كانت قيمة x أصغر من y يطلع الناتج كله true ولا false؟ يعني لو كانت x دخلتها 5 والواي 10، الناتج مال هذا الشرط ترو ولا فولس؟ احسنت ترو. هذه النوت، شوف 5 هنا هل اكبر من 10؟ لا فولس. نوت الفولس يعني عكس الفولس معناها ترو. اما لو كانت x 10 والواي 5 ايش بيطلع ناتج الشرط هنا؟ فولس. فولس، لانه اكس 10 اكبر من واي اللي 5 ترو، نوت ترو عكسها يعني بصير فولس، فلم يتحقق الشرط. فاما تقيسها كذا او تقيسها كذا، انك تدخل النوت على الحد، دخل النوت على الاشاره. يعني ايش معنى نوت اكس اكبر من واي؟ ليست اكس اكبر من واي، هي نفسها انك تقول اكس مالها اعكس الاشاره، ايش تصير؟ ايش عكس الاكبر من؟ أصغر من. بس عكس الأكبر من أصغر من؟ أو يساوي. أحسنت. اليساوي وين يا الحبيب؟ ما قلنا لك اليساوي زمان. عكس الأكبر من أصغر من أو يساوي، عكس الأصغر من أكبر من أو يساوي، عكس اليساوي لا يساوي، عكس الأصغر من أو يساوي إيش؟ إيش عكس الأصغر من أو يساوي؟ أكبر من. بس اليساوي إذا دخلت في طرف لا تدخل بالطرف الثاني. عكس الأكبر من أو يساوي أصغر من وتوقف. عكس الأكبر من أصغر من أو يساوي، شوف ما دخلت في الأولى دخلت في الثانية. فهذه نات الإكس، إما بكون ناتج شرط فولس، نات الفولس ترو، أو بتدخل النات عليها. بمعنى متى بكون ترو؟ لما يكون الإكس أصغر من أو يساوي واي، دخل النات عليها. فبقول لك if X greater than Y is false، يعني ليست X أكبر من Y، بكون false، نات الفولس ترو. أو is x f x less than or equal، اعكسها. يعني كاني بقول له، كاني بقول له not x أكبر من y، يعني كاني بقول له إنه هي true إذا كان x أصغر من أو يساوي y. في عندي non-zero number is interpreted non-zero، يعني قيمة غير صفر، غير صفرية، لا صفرية. Interpreted as true، أي قيمة غير صفرية تعتبر ترو، زي 17 and true. افهمك اياها، اخذ مثال وافهمك اياها. ركز معي، لو قلت له x تساوي 1 مثلا، y تساوي 5، وجيت هنا قلت له f الx اكبر من 0 and مثلا الy اقل من 10، اطبع لي هنا مثلا رسالة معينة. بغض النظر I am here، لو عملت الآن رن هل راح ينفذ ولا ما راح ينفذ؟ هل راح يطبع رسالة ولا ما يطبعها؟ طبعا هذا البرنت تابع للإف، ما تنسى المسافة البادية. يطبع لأنه الإكس أكبر من صفر والواي أقل من 10، طالع طبعها. بقول لك أي قيمة نون زيرو غير الصفر تعتبر ترو، لكن الصفر تعتبر فولس. شو المقصود بالكلام هذا؟ هاي بقول لك إيش؟
أي قيمة غير الصفر true. المقصود بكام هذا؟ لو جيت قلت له and 120 إيش يفسر 120 هذا true ولا false؟ جاوبوني. هذه بتقول لك أي قيمة غير صفرية إيش ما يفسرها؟ إيش يفسرها؟ true. true جاوبوا يا شباب خلنا نخلص. فهذا true and true and true. يطبع ولا ما يطبع؟ يطبع ولا ما يطبع؟ يطبع ولا ما يطبع؟ يطبع. طالع طبع الرسالة. لكن لو قلت له and zero إيش يفسر الصفر؟ إيش يفسرها؟ false ولا true؟ false. false. إذا راح يطبع ولا ما يطبع؟ ما يطبع. ما يطبع. لأنه بينهم and true and true and false خلاص واحدة false بالand خلاص طالع ما طبع شيء. هذا قصده. حط أي قيمة غير الصفر بعتبرها true. حط قيمة صفر بعتبرها false. وكذا أنهينا شو